وصلت فانتشرت ثم احتلت أجواء العاصمة. عاصفة ترابية شديدة اقتحمت أجواء بغداد، ومداية الرؤية الأفقية فيها انعدمت بأمتار قليلة. الشوارع شبه خلت، أما المستشفيات فامتلأت بحالات الاختناق التي استنفرت من أجلها كوادر مستشفيات بغداد لمعالجتها. متابعة الحالات الطارئة برئاسة السيد المدير العام وجهت بالعمل بما يلي: أن يكون عدد الكوادر مضاعف داخل الرتات أو أكثر داخل رتات الطوارئ، توفير الأدوية والمستلزمات بنسب 400% عن باقي الأيام، بالإضافة إلى توفير الأكسجين من قناة أكسجين وأكسجين مركزي مستمر المتابعة. عداد احتساب حالات الاختناق ما يزال مستمر، والمستشفيات تواصل استقبال الوافدين إليها. مشهد بات متكرراً، تكراره مع كل أسبوع جعل المواطنين يواصلون تكرار مطالباتهم بإيجاد الحلول للتقليل من حدة العواصف عبر الحزام الأخضر أو غيره من المعالجات. كل سنة إلى تريد تجي لها فدة رابة، يعني نص يوم بالزايد، يعني أو ساعة أو ساعتين، يعني خلال أسبوع شي ورا شي، ترابة فوق ترابة، ما نعرف شنو هاي، يعني سبب قلة الأشجار ما نعرف شنو سببها. المفروض تشجير أطراف بغداد محافظات، لأن جاي تعرف أنت أمطار ماكو، جاي يصير تصحر، سببت هاي الأجواء. وبحسب مختصين بمجال الأنواء الجوية، فإن العاصفة قد تستمر ليوم غد مع انخفاض حدتها بساعات النهار الأخيرة وعودة تصاعدها في ساعات الليل. جهود استثنائية تبذل في مستشفيات بغداد لمواجهة تزايد أعداد الوافدين إليها نتيجة العاصفة. أعداد كبيرة سجلت للمتضررين منها، لكنها ما تزال تحت السيطرة. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.